شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر الوطني للشباب ببرج العرب بالإسكندرية والذي جاء تحت عنوان مصر الفرص والتحديات. وخلال الجلسة الحوارية أكد الرئيس السيسي أن المصريين جميعا مسؤولون عن مصلحة الوطن، وأنه لن يألو جهدا في تحقيق مصلحة الوطن فيما يندرج تحت صلاحياته. كما وجه الرئيس السيسي بالتعامل مع مقترحات الحوار الوطني بشأن الوصاية على المال وإنشاء هيئة مكافحة التمييز وتداول المعلومات. فانتوا النهارده بنتكلم على ايه؟ ان القضيه اللي بيني وبينكم في الحوار، والقضيه اللي بيني وبينكم في اي تحدي او اي موضوع بنطرحه، انت بتطالبني بالحد الاقصى او بالنموذج المثالي، وده مش ممكن اقدر اعمله ومحدش قدر يعمله. حتى انت في حراك مستمر، الدوله في حياتها والشعوب في حياتها في حراك مستمر من اجل الافضل. تحقق خطوة ثم خطوة ثم خطوة ثم خطوة، وبعدين بالمناسبة والخطوات لا تنتهي، والخطوات لا تنتهي. إذا أنت سؤالك ليه لما بتقول لي إيه أنت يعني تتوقع إيه؟ أنا قلت من ناحيتي كل اللي هتقوله عليه هعمله. طب عايز مني إيه تاني؟ كل اللي هتقوله عليه هعمله، طب هعمل إيه تاني؟ يعني اللي هيقوله اللي هتقوله عليه مين أنتم؟ يعني مش الدكتور علي الدين ماسك اللجنه بتاعه الحوار السياسي، والدكتور احمد جلال ماسك الاقتصادي، والدكتور والمهندس خالد عبد العزيز ماسك المجتمعي؟ صحيح. مش كده اللي هتطرحوه؟ احنا بننظر ليه بكل تقدير واحترام لجهد متواصل ونقاش متواصل بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر، انما النهايه بيجمعنا حاجه واحده، مصلحه. صحيح. وطن.